قبل يومين ثلاثة أربعة بالتواصل الاجتماعي شفتوا الطفل اللي يلعب طابة وانشمرت طابته. أنتم ملاحظة ملاحظين إذا طابة انشمرت أو تحويلة وبال الطفل وين يم الطابة، والطابة راحت للشارع والشارع العام بسيارات، لو مو سيارات لو صواريخ، وياي المصور فدوى خل بس أمثلهم لهاي الحالة، وجدت هيجي وهذا الشارع انا راح اصعد لها اريد اضربها كله، مو راح تجيني كله من سياره منا، لو يجيني تجيني ستوته، لو يجيني ابو ماطور الرونس، هاي المشكله. يعني عقلك قفل على الطوبه، الطوبه ذاك شمرها قوي ما فكر بيك، ما فكر بعد باي شيء، المهم يضرب الطوبه قوي. عموما وين وصلنا؟ وصلنا طفل انشمرت طوبته وين؟ على سيارة بالشارع، اجت تتمشى الطابة، أشر، كلكم شفتوا الفيديو، أشر لبوا السيارة قال له الطابة، عدم وعي الطفل، سيارة مشغلة وتشتغل وجاية تمشي، راح على الطابة طب بجوا السيارة، يطلع الطابة، يطلع الطابة. لا العلم عند الله، هل ابو السياره متقصد وداس عليه وفات، هل ابو السياره الطفل صغير وما شافه عباله اخذ الطوبه وراح، ما نعرف. هاي المساوئ اللي نقول عليها، هذه مساوئ كلش كبيره وخطره. يعني اذا ما لعبنا طوبه نموت، بس اردفتها وخل نلعب طوبه بمكانها، والله كل شيء في مكانه، كل شيء في محله عباده، كل شيء في محله عباده. اما طوبه بنص الشارع فريقين بيلعبون، قد يكون شارع مو هالقصد يعني بيخ شلون محله او مناطق وكذا، هم بي سيارات تروح تجي، هم بي حاله طارئه، هم اكو خطار، اكو واحد متيه، انتم حالين فريقين، المشكله هم مو هاي، تعال المشاكل وين هي؟ وحده تجر اللوح. جلكم الله ايش خالين هم؟ تحديتهم هذا جول، جول شنو اللي يخلي قابل رنقات اعمده كذا ما عنده. زين تجي يجي صاحب دم على صاحبه ويضرب قوي يريد يسجل جول. فاتت مين؟ والله يقول له جول، قال له لا والله، والله بالعارضه، هي يا عارضه انت ايش خال؟ احنا مو قلنا تكرمون احذيتكم خاليها؟ هي يا عارضه اللي تحلف انت بالعارضه، هاي راح ياخذنا الى الحلفان، ياخذنا الى الكلام البذيء، ياخذنا الى العركه، هاي الطوبه ومساوئها.